واش السير هذا فين غادي؟ السلام عليكم خوت، كي دايرين هانين؟ اخو ان شاء الله غادي عند واحد الكليان غاتصل بينا ان شاء الله، بغى واحد الكوموند ديال البيتزا 800 واللي فريزون حنا راه شادين عنده الطريق ان شاء الله، نعطيو الامانه ديالو بسلام ونديرو له شغله ونرجعو في حالاتنا كيفما العاده. الناس اي واحد كيبغي شي حاجه اللي بالشرط كنقول لكم النواحي ديال الدار البيضاء كنليفريو الناس، ولكن الا كان شي منطقه شويه بعيده راه حسوا بينا تانتوما، يا كنصيفطو في الكار وكيمشي ان شاء الله المنتوج. اليوتيوب راه كينوي علينا، القناة ديالنا كومارو، دخلوا شوفوا الفيديوهات ديالنا والسلعة راه كتوصلكم بأمان، وحنا شادين طريق تبارك الله، أجواء رائعة. التكنيسيان ديالنا ناعس، جاب عليها السي رضا يوسف راه كيتصور دابا وما راهش خبار. ان شاء الله لواحد الصديق للرباط اللي هي مسافة قريبة واحد 100 كيلومتر ماشي مشكل، بحال هاد المسافات هادو كنديبلاصاو عليهم ماشي مشكل، في كازا كنديبلاصاو ماشي مشكل، ولكن الناس اللي خارجين على المنطقة ديال الرباط والنواحي الجديدة مسافة اللي هي كتعدى من ما بين 200 حتى 300 كيلومتر كيتعاملوا مع لاجونس ديال لوكس الغزالة أولا نجم الشمال، هادو هما لاجونس اللي كنتعاملوا معاهم وكنتيقوا فيهم، الناس كيترونسفيرو لينا الفلوس وكنصيفطوا لهم الامانه ديالهم مع الميساجري، وتحياتي لكم وديديكاس لخويا ريان واحلى ريان. السلام عليكم الخوت، خويا راه الكليان خارج مع 4 اونص. دوخه بشويه خويا السلامه هي الاولى الله يهديكاس. حتى 4 اونص جاي معايا الكليان. حتى شمن 4 اونص بشويه خويا. حتى سيزيام سيزيام وعقل يا سيزيام يا يوسف، اليوم ما غادي تشوف انتحار راه سيزيام شتي كاين دور. لا 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 لا